في البداية قادرون باختلاف ليس تغير فقط في المسمى، ولكنه تطور أخلاقي واجتماعي وهدف تسعى إليه الدولة المصرية. في البداية باشمهندسة، كيف تابعت النسخة الرابعة من الاحتفالية؟ تابعتها ولا عملت يعني اشتغلت فيها؟ الاثنين. يعني الحقيقه يعني الاربع نسخ، يعني لما تحس ان ده الاربعه اولادي، من الأقدم للأحدث. يعني كل احتفاليه الحمد لله رب العالمين بخرج منها وبحس بفخر وبحس فخوره ببلدي، فخوره برئيسي، فخوره بالخطوات السريعه اللي البلد بتاخدها في هذا الملف. ناخد يعني بنقفز مش بناخد خطوات، يعني عارف ملف مسكوت عنه مهمل سنين طويله، وفجاه في 4 5 سنين كل سنه، يعني النهارده لو حضرتك حسبت التوصيات اللي حضرتك كنت لسه بتقولها مع المليار اللي اتجمع عشان النشاطات المختلفه اللي الريس قال عليها، فتحس انه لا الموضوع بيروح في حته تانيه. القادرون باختلاف بجد بقى ليهم مكان، يعني الشعار بتاع الاحتفاليه النهارده هو ليس شعارا وانما فعلا حقيقه كل مختلف في بلدنا عايشها وشايفها.